قرار تاني من مجلس الوزراء هو موافقته على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، اللي بينص على أن تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات في مصر، تتكون من رقم موحد لكل عقار غير قابل للتكرار وبيميزه عن غيره، بيرتبط كمان بأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية، وهتكون ضمن منظومة مؤمنة بشكل كبير جدا للحفاظ على البنية المعلوماتية. لكن هنستوضح ونفهم أكتر دكتور سيف الدين فرج، أستاذ الاقتصاد العمراني. أهلا بك يا دكتور سيف، منورنا. ربنا يخليك. بس احنا مش فاهمين قوي يعني ايه رقم قومي موحد للعقارات. يعني ممكن واحد يجي في باله ايه ده، هيدونا كارت مثلا زي الرقم القومي يبقى عليه كود وكل واحد بقى وعدد العقارات اللي عنده، ولا يعني ازاي، يعني ايه اللي هيحصل يعني؟ وبص حضرتك بمنتهى البساطة كده، أنا بسطها للمواطن بالظبط زي ما الدولة بدأت أولى الخطوات الصح بعمل رقم قومي لكل مواطن. دلوقتي زي ما كل مواطن حضرتك في ايده رقم قومي، لما ببص للرقم القومي ده بعرف تاريخ ميلاده، بعرف هو فين، بيبقى كل حاجه مرتبطه بهذا الشخص بتدرب على البرنامج على الكمبيوتر، بيطلع الهيستوري بتاعه، بيطلع تاريخه كله بالظبط. النهارده الخبر ده بيدي شرعيه للمباني كلها، بمعنى الو اي مع حضرتك يدي شرعيه للمباني كلها. انا النهارده لما يبقى عندي رقم قومي للمبنى يبقى بعرف تاريخه، تاريخ الرخصه، الرخصه منحت امتى، المهندس اللي صمم، المهندس اللي اشرف على التنفيذ والمسؤول عن التنفيذ، لو حصلت عليه حصلت عليه كم مره وبتاريخ ايه، حصل تصالح، كل قصه حياه المبنى من الرقم ده. احنا مشكلتنا في مصر حاجه حضرتك، وكمان اعتقد صلح لي، ممكن ده كمان يبقى في المستقبل وسيله قويه للبيانات، تبقى عارف ثروه عقاراتك عامله ايه، عندك كم بيت في مصر، طبعا طبعا كم حضرتك مظبوط 100%. إيه؟ لا 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 تقدر تحصر كمان بقى البناء المخالف بالظبط كده حضرتك، يعني انت معكش الرقم القومي بتاعك فين كده، وريني. احنا مشكلتنا في مصر حضرتك كانت غياب قاعده البيانات في اي حاجه تيجي، يعني حتى الخبراء لما يجي يتكلموا واحد يقول لك احنا عندنا ثروه عقاريه 3 مليار، واحد يقول لك لا ده 4 مليار، كل قاعده تقديرات جزافيه كده يعني. مفيش قاعده بيانات. احنا النهارده بنضع اول خطوه صح في الاستراتيجيه العمرانيه لخلق كيان صح. احنا النهارده مشكلتنا ايه في محافظه اسكندريه؟ محافظه اسكندريه حضرتك اكبر مشكله في مصر فيها مشكله اللي هي التعليات اللي تمت في فتره انفيات الامن. النهارده لما عندي رقم لكل عقار هعرف كان ترخيصه قد ايه وكان المفروض يطلع كام دور، واللي طلع عشوائي قد ايه. هذا الموضوع ومين اللي اداله الرخصه، كل هذه التفاصيل حضرتك بدأنا النهارده أول خطوة فيها، أول خطوة لسه المشوار طويل لوضع بس تنفيذها بقى برضو مش سهل. أنت شوف بقى عندك كم عقار في مصر واللي فيه داخل في منظومة رسمية ومش داخل أقول في منظومة لحضرتك رسمية، حاجة وهتتعمل إزاي؟ هل بالنسبة للعقارات المسجلة في الشهر العقاري، طب ما ناس كتير عايشة ومش مسجلة العقارات في الشهر العقاري رغم إن أنت كلها حضرتك بتمتلكها، بس هتتعمل ليها كلها حضرتك، بس النهارده أول خطوة في الطريق الصح. النهارده طالما توفرت الاراده السياسيه للتنفيذ يبقى الكلام ده هيتم صح. انا يعني انا بقول لحضرتك دي اول خطوه، انا بقول لسه المشوار طويل. احنا يعني عشان النهارده يطلع هذا القرار عشان يتطبق ويتنفذ على مصر كلها، لو احنا قدرنا نعمله على مصر كلها في خلال 5 سنين بتبقى البلد دي ورد عظيم. في خلال 5 سنين انا اصله هذا الموضوع حضرتك مش هيحصل في يوم وليله، لا ده عايز وقت طويل، اقل حاجه 5 سنين، اقل حاجه 5 سنين، بس هي خطوه ممتازه.
ممتازة فعلا يعني. طيب ودي كمان وضعها ايه هيكون مع فكرة بقى احنا دلوقتي متعطلين في موضوع التصالح ده، لو برضو تدينا رؤية كمان هو ده للقصة حضرتك دي هتمشي ازاي مع موضوع التصالحات واحنا لسه متعطلين فيها جامد، وهو والبعض التصالحات كان حتى بتعطل. بينادي بتغيير القانون او انتظار تغيير بعض او تعديلات، يعني برضو الموقف ضبابي شوية في هذه القصة. هو حضرتك اصل قانون التصالح لما طلع كان قانون مؤقت، دلوقتي احنا بنبحث عن انه يبقى قانون دائم. اللي يغلط اصلا ما ينفعش، اللي يغلط اعمل له ازاله. يجوز ان اللي يغلط اذا كان في سلامه منشا جيد ان انا اتصالح معاه، ولكن لابد ان يبقى التصالح ده ما يدفعش الاخرين انهم يتمادوا. ما هي دي القصه، ان انا لما بعمل تصالح لواحد ما يدفع يبقى تمادوا يعني عشان ما حدش يبني تاني ويقول لك ابقى اتصالح بعدين. بالظبط بقى، ما خلاص هيبقى الباب اتفتح بقى. طب ده تصالح، طب ما كلنا نخالف بقى وكلنا نتصالح. لا، هيبقى له تاريخ، النهارده هيبقى باب التصالح مفتوح لفتره معينه في اتجاه معين، وفي حاجات ما ينفعش فيها تصالح، خروج بره خط التنظيم، سلامه انشائيه، الاعتداء على اراضي زراعيه، في اساسيات في الموضوع. التصالح ما هوش باب مفتوح على مصراعيه، لا، ده له اسس وله ضوابط. يعني شايف ان احنا مش ماشيين كويس في النقطة دي. والله حضرتك الموضوع كبير قوي وتفاصيله كتير جدا، ولكن انا برضو شايف ان دي خطوه ايجابيه ممتازه، يعني يعني دي خطوه اولى. انا لسه بقول لحضرتك لو اشتغلنا عليها بكثافه الفتره اللي جايه على مستوى مصر كلها، الحد الادنى للمده عشان نغطيها لو خلصنا في 5 سنين، ده احنا نبقى بلد عظيمه جدا، لان حجم الثروه العقاريه في مصر كبير جدا وجميع المحافظات، ومباني مخالفة ومباني غير مخالفة، لأن هذا الموضوع هيغطي كل المباني كلها سواء ده مخالف يسهل مش بقى في مخالف. موضوع الضريبة العقارية بحيث ان انت ما يجيلكش بقى حاجات جزافي او يجي يقول لك بالضبط، انت عندك عقارين وانت عندك عقار واحد، الحاجات اللي سمعنا عنها برضو، هو هيبقى عندي قاعدة او انت بيانات، ما هيبقى عندكش. عندي قاعدة، بالظبط. هيبقى عندي قاعدة بيانات وفي سيستم، والسيستم مش هيقبل إن عقارين ينزلوا باسم واحد أو عقار واحد ينزل باسم، يعني مفهوم. السيستم هيبقى له ضوابط. يعني في حاجات كتير قوي هتختفي. احنا النهارده في سنه 2023، احنا مش في 1967، احنا يعني المفروض العالم كله بيجري. يعني احنا لما نبص لدوله الامارات، لما نبص لدول تانيه كانت بعدينا بكتير، النهارده سبقانا سنوات عديده، ايوه. سبقنا بكتير. ما ينفعش مصر تبقى كده، ما ينفعش، طب هو احنا كنا قبل العالم. بره موضوع يعني فيما يشبه التجربه دي، دي حاصله بره في طبعا، دول طبعا، اخرى، طبعا، الحص العقاري ده طبعا، او الرقم طبعا، القومي طبعا، او طبعا يا فندم. دول الخليج كلها، دول الخليج كلها. ان بتبقى النهارده الاليه حضرتك دول، ازاي مثلا يعني يعني اقول لحضرتك دول الخليج كلها رخص المباني كلها اونلاين، كلها اونلاين. اونلاين. مفيش بقى ان انا اعمل رسمه واروح لمهندس الحي السلام عليكم والنبي تعتمد لي، هذه القصه انتهت. كل حاجه اونلاين دلوقتي، كله اونلاين، بالظبط. ودي وسيله كمان مفيش. مهمه في حالتنا جدا عشان نخلص من قصه الحي واللي نزل بص واللي نزل شاف، وده بص طبعا، وده بس ما بصش، طب مين ادى الرخصه، طب مين اللي علق، طب مين ما اللي هو قشر، طب مين اللي وقعت العماره، يا لهوي نصوت بعد ايوه نزوع وقعت العماره العمامه بقى، نجري يا لهوي نصوت وما نلاقيش حد مسؤول. ما هي دي مشكله. لكن بالظبط. دلوقتي حضرتك وقعت العماره، هضرب الرقم هيطلع لي الهيستوري بتاعها كلها على السيستم كلها من اي تو زد، من ساعه ما اتعملت لغايه النهارده، حصل وحصل. لو حصل فيها صيانه هتتسجل، لو حصل فيها، لا، لما بعمل اي حاجه فيها بتتسجل. الصيانه حصلت كذا، صيانه الاسانسير حصلت كذا، صيانه اللي صحي حصل كذا، ايه ده، حصل فيها حتى مشكله، البيانات دي كمان بتسجل؟ كلها، كل حاجه حضرتك بتسجل. وبرضه يعني حضرتك لمست نقطه مهمه، احنا مصر محتاجين اهتمام اكثر واكثر واكثر بموضوع الصيانه، محتاجين شركات صيانه كتير، صح ولازم الصيانه تبقى حاجه اجباريه، ما ينفعش طبعا. الصيانه تبقى اختياريه، لان دي ارواح ناس، في ارواح ناس في المباني،
ما ينفعش تبقى الصيانه لا، وحتى تبقى للهواء. الصيانه غير، حتى الصيانه يعني زي بره كده، انت بره مثلا اي عقار انت بيفرض عليك رسوم كل يعني. احنا عندنا مشكله كمان في اهمال واجهات العمارات وفي الشكل ما هي دي سالت ده وجهات، كله يحاسب عليه الناس. وجهات. او انت شغال في عقار تبقى مسؤول انه العقار يبقى منضبط للمواصفات، او بعد مرور مثلا سنوات تعيد تاني برضو الواجهات، يعني جزء برضو من الشكل والنسق الحضاري ويعني مهم، والرؤيه الجماليه مهمه. نفسي نقدر الموضوع ده. ده هيتغطى بالرقم القومي النهارده، كل ده هيتغطى بالرقم القومي، لازم يتغطى بالرقم القومي لانها منظومه متكامله. احنا مش الرقم القومي عملناه وخلاص هننام، لا، دي منظومه كبيره وخطوات شغل كتير قوي يتم عليها، لكن لو خدنا الرقم القومي وسكتنا يبقى ما عملناش حاجه. مفهوم. وهي عمليه هتاخد وقت في التسجيل طبعا، احنا 110 مليون برضو يعني برضو عمليه دقيقه، بس نبدا فيها على الاقل، نبدا فيها نخلصها بعد خمسه، نخلصها بعد 10، بس نبقى عملنا نقله نوعيه. بالظبط كده. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور سيف الدين فرج، استاذ الاقتصاد العمراني، ودي قصه رقم قومي للعقارات.